الله يا زين الروابي ويا محلى الديار، دارنا اللي حبها في حنايا ناس كان، دارنا اللي ماخذنا الوفا فيها شعار. يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لال، يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لال. وليت في راسه محمية ديار البدول الصدم كمان، في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان. حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذيب غلطان، عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان. يا ذيبة تبغى العشا طيان وانا فيما سويت ندمان، لكن ما ينفع المعذار قال المثل من ضعف الايمان. غرهد قمري على الاغصان ذكرني بماضي كان، ايام كانوا وكنا يوم كان الهوى له عندنا شان. يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لال، يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لال. وليت في راسه محمية ديار البدول الصدم كمان، في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان. حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذيب غلطان، عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان. نرحب بقناة المرقاب ونتكلم عن الدار، أن محلات أبواننا أن مبني بالحجر ومسقب بالخشب وبالطين، مسكن الليفان فيه، يجون الليفان فيه يبنون، يمكن يجي له شهر كذا، ياخذ شهر شهر ونص نبنيه ونسكن فيه. محلاتنا قديمة الحين جات الكهرباء وسكننا، عمرنا لنا بيوت ثانية، أهل الدير تساعدون عليه ويبنون بالحجر، يتكون بالحجارة وبعدين يغطونه بالخشب وبعدين بالطين ويتقسم اقسام، اللي يبغى يقسم يقسم اقسام، ما بس احنا سوينا غرفه بس واحده. والحمد لله من فضل الكريم انهم الحين ساكنين في عماير وفلل، الحمد لله. اخوكم ديران ابن رميح الندوي. يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا، يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا. وليت في راسه محمية ديار البدول الصدم كمان، في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان. حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذيب غلطان، عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان. يا ذيب تبغى العشا طيان وانا فيما سويت ندمان، لكنما ينفع المعذار قال المثل من ضعف الايمان. غرهد قمري على الاغصان ذكرني بماضي كان، ايام كانوا وكنا يوم كان الهوى له عندنا شان. يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا، يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا. وليت في راسه
محمية ديار البدول الصدم كمان في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذيب غلطان عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان نجوة نوادر نوادر مع على البداك ما نوادر مع على البداك ما حميناها وهب السيف الاملاح ولا جبنا الشريطي واشتراها ولا جبنا الشريطي واشتراها وراعيها موصينا عليها وقلنا خلها تاخذ هواها وقلنا خلها تاخذ هواها عشوات عشوات نوادر نوادر مع على او بو او 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا 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 اليوم السيارة تجربة وشوف الركب فيها مصيبة والنت كني حزين الحالة ولا غريبا في مغيبة يا حدا يا كم بدنا فيك واقطف ثماريك العجيبة واليوم مزري ولا طولك علي مباريزك تعيبة أنا أشهد إن العدل غدر كم فالح يقطع نصيبه عز الله إني عصيته مر أشوفه يا بي يحكم غصيبه قال اعترف يا أبو سالم وانت يبقى لك مدة وهبه وان طال عمرك ترى بذنك وارميك بسهو من عطيبه واقول انا تحت حكم الله ومراده الخالق يجيبه ولا انا عارفك يا غدر ما تكرم الطيب بطيبه ماشي في ساقات قبايل كل واحد يبى ياخذ نصيبه يا مكون الكون غفرانك ترى طلبتي ما هي صعيبه واختم كلامي بذكرى اللي عيونه على خلقه رقيبه صلاة ربي على المختار شفيعنا يوم المريبة. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم في هذه الجولة من برنامج الديار في وادي ضيم تابع منطقة مكة المكرمة. نحن الآن في جلسة مع الأخوة أصحاب المقناص، مقناص متنوع مع مصقور وهالرحلة ونسلم عليهم. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالرضا والنعيم. كيف الحال؟ خير الله يسلم حالك. الأخ فواز أحمد الندوي. نعم. صحيح؟ صحيح. حياك الله. حياك الله. أخوي فواز كلمنا عن وش عندكم هنا بالضبط؟ وش قاعدين تسوون؟ وش المقناص؟ والله هل الديرة هذه ديرة مقناص بالطيور ولا أنتم مجرد رحلة وطيوركم معكم؟ وش الموضوع بالضبط يعني؟ لا بالنسبة للديرة هذه ما فيها مقناص للطيور. نعم. غير الطيور الجبلية حقتنا اللي مستوطنة هنا. نعم. والمقناص الأساسي في الساحل نقنص في الساحل ولكن هنا جينا مع شروقكم من رجال وأخوانا وأصحابنا طالعين خارجة وهذا إحنا وصلنا والحمد لله يا رب لك الحمد مجرد رحلة يعني مجرد رحلة طيب هذه شنو هذه عندنا الحين ثلاث أنواع هذه ثلاث أنواع من هذه طيب هذه أول شيء كلها مدربة هذه كلها مدربة يعني كلها جاهزة كلها جاهزة الحمد لله طيب كلها طيبة طبعا ميل واحد هذه لاكثر من شخص لا ميل واحد لاكثر من شخص طيب في اللي عنده اثنين واللي عنده واحد طيب هذه مشتريه شراء ولا صايدينها صغار مدربينها ولا شو هذا بالضبط
في مشرية وفي لا من عندنا من الديرة من هنا ماسكينها بشباك ومدربينها على الشيء هذا. مدربينها. نعم. طيب الطير هذا يحتاج انه مثلا الافضل يكون صغير ويتدرب ولا الصقر ما عنده مشكلة حتى لو هو كبير؟ الصقر ما عنده مشكلة حتى لو كبير، بس اذا كان فرخ احسن في التدريب يكون أحسن. اسهل اسهل إيه؟ لكن زي قرناسة تتعبك في التدريب. يعني في التدريب يعني عادي حتى لو الطير كبير ممكن يتدرب؟ يتدرب اي ولا طير. يروح؟ ولا يروح، مو مشكلة، لازم يروح الطير، لكن حسب تدريب صاحب الصقار. في ناس صقارة تدريبهم يعني صعب شوية، في ناس لا قويين في التدريب. يعني طيره ما يروح؟ لا ما يروح. ينزلوا على ملواح، ينزلوا على حمام، ينزلوا على كرغل، ما يروح بإذن الله ما يروح الطير. طيب ابدأ تكلم عنها من هناك من الأول. هذا وكري. وكري نعم، من جباله ومستوطنه هنا. هذا من الديره هذه. من الديره هذه، بس دحين انها خفت شويه، ما هي موجوده كثير، يعني صارت منقرضه. ايوه تقريبا زي كذا الوكريه. الوكريه ولكن تجي حبات ويبيعونها. هذا طبعا مشترى هذا. طيب هذا من افضل الصقور ولا من اوسطها ولا يعني؟ طيب لون الافضل ولا من اقلها؟ مو من اقلها، من اقلها. من اقلها هذا الوكري. الوكري. طيب كم ثاصل قيمته؟ والله حسب فعله. حسب فعله، إذا كان فعال الطير يمكن يوصل 5-6 5000 6000. أيوه 5000 6000 وزي كذا. هذه شيهانة جبلية فرخ مطروحة هنا عندنا في جبال الشفا. هذا يعني من بلدي يعتبر؟ هذا بلدي. أيوه شيهانة فرخ. شيهانة بلدي. نعم. في شيهانة يجي مهاجر. في شيهانة يجي مهاجر. وش الفرق بينها؟ الشيهانة المهاجر هذه غالية، تجي في السعر غالية. كم تاصل؟ بحرية يقول. كم تاصل؟ تاصل إلى 150-300-200 زي كذا سعر حسب 300 ألف. نعم. هذا الشيهان البحري. الشيهان البحرية. وهذا الشيهان الجبلي. الجبلية تصل 6-5 آلاف حسب. طيب ليش؟ وش الفرق؟ الفرق إنها هذه كفاعلة قوية وطيور نادرة، تعتبر نادرة، فيها فيها النادر وفيها المثلوث. يعني عشان نعطي المشاهدين معلومة، الشيهان البحري يصل 200 ألف تقريبا، والشيهان الجبلي على 5-6 5 آلاف وحسب الفعل. يمكن في 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 شاهين فعلها قوي. طيب اللي بعده؟ اللي بعده جير. هذا جير. جير. الجير هذا ما يهاجر عندنا ولا يجي اصلا، ما يجي، بس يجلسون يفرخونه، يفرخونه مع شاهانه بحريه او جبليه. يعني هذا اصلا يجيبونه بيض مثلا من برا؟ ما يجيبونه بيض. اجل. يجيبون يهجنونه تقريبا، يهجنونه في محلات مواكر عندهم، انا عارف طريقتهم كيف، لكن يهجنونه من برا من جير ثاني، او يجيبونه بيض وهنا يفرخونه يحطونه يعني تحت طير ثاني ولا كيف؟ تفريق، تلقيح. 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 في فقاسات يعني مثلا ولا كيف؟ في فقاسات يسوونه، لا وفيه يهجنونه مع زي جير، شبط جير مع شيهانه بحريه. طيب مهجر. هذا الجير شلون سعره ومورد زين؟ هذه الجيره تصل الى 30-25 ألف. ايوه. وفعله طيب؟ 13. الجير فعله ما في زيه فعله. ممتاز. استنى يعني. فيه شويه زياده غشامه شويه كذا يعني الطير شرس شوية. أها. ممكن يروح عليك، يمكن في أي محلات يبعد ورا الطير، ما يسيب. ما يترك صيدته يعني. صيدته ما يتركها، مستحيل يتركها. طيب اللي بعده؟ هذه قرناصة جبلية. شوف فرقه مع الفرخ كيف. هذا نفسه بس فرخ. إيه. هذا. أيوة هذا فرخ. أيه. هذا حق السنة هذه. إيه. وهذا لا حق العام. هذا قرناص يعني عمره سنة هذا. أيوة عمره سنة. وهذا لسه ما كمل السنة. طيب. اللي بعده قرناس بعد؟ هذه قرناسة فارسية. قرناسة فارسية. قرناسة؟ فارسية. فارسية. فارسية تجي من إيران هي؟ إي تجي من إيران مهاجرة. طيب وش منها هذه؟ هذه جيدة، طيور جيدة. والسعر؟ أسعارها شوية غالية والله. كم؟ تصل 7 من حسب الفعل، 7-8 يمكن تصل إلى 9. قرناسة فارسية. قرناسة فارسية. وهذه قرناسة؟ هذه قرناصه جبليه من 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 عندنا من هنا من السعوديه وطنيه يعني. ايوه. طيب بعدها؟ وهذا برضه قرناصه هذه. فرخ مو قرناصه، هذه فرخه جبليه من عندنا من حق السنه هذه. ايوه قرناصه برضه. يعني شيهانه يعني يمكن في السن زي هذا. ايوه في السن زي هذا، في السن زي هذا، بس تختلف في الاحجام، فيها حجم العرض يقيسونه بالريشه ولا لا؟ بالمتر. إيه بالمتر. هذه العرض 13. إيه سنتي. ايوه. إيه. والطول 13 والعرض 13 ونص تقريبا. طيب. زي كذا. طيب وهذا كم يوصل هذا اللي قلت عليه الجير هذا؟
الجير فيه منه يصل الى 25 حسب الفعل. وهذا اللي عندك؟ هذا لا، هذا وكري. وكري؟ وكري على حدود 5-6-7 تقريبا زي كذا. طيب الان الايام هذه ما هي ايام مقناصة صح؟ هذا على نهاية المقناص. بالعربي اخر مقناص، اخر مقناص متى قنصته؟ اليوم اخر مقناص. فين؟ في القوز. وش فيه صيد؟ كراوين. كراوين؟ نعم. طيب والمقناص الجاي وش هو؟ اللي بعد هذا ما عاد في نقنص، في رجعة الكراوين نهد عليها بس. ونهد على حمام. زين. وزي كذا، هذه مقانيس. بيض الله وجيكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الفقرة، كنا معكم فيها مع الأخوة أصحاب الطيور أصحاب المقناص، تعرفنا على بعض أنواع الطيور، نشكر الأخ فواز ونشكر أخويا، شكرا لكم يا الربع، يعطيكم العافية. بيض الله وجيكم. وننتقل إلى فقرة أخرى من برنامج الديار. الله يوفقك. يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا 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 لا. اليوم سيرت تجربة وشوف الركب فيها مصيبة، والنت كني حزين الحلا ولا غريبا في مغيبة. يا حدا يا كم بدنا فيك واقطف ثمارك العجيبة، واليوم مزري ولا طولك علي مبارزك تعيبة. أنا شاهد إن العدل غدارك فالحا يقطع نصيبه، عز الله إني عصيته مر أشوفه يا بي يحكم غصيبه. قال اعترف يا أبو سالم وانت يبقى لك مدة وهبه، وان طال عمرك ترى باذنك وارميك بسهوما عطيبا. واقول انا تحت حكم الله ومراده الخالق يجيبه، ولا انا عارفك يا غدر ما تكرم الطيب بطيبه. ماشي في ساقات قبايل كل واحد يبى ياخذ نصيبه، يا مكون الكون غفرانك ترى طلبتي ما هي صعيبه. واختم كلامي بذكرى اللي عيونه على خلقه رقيبه، صلاة ربي على المختار شفيعنا يوم المريبة.
لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا ظليت في راس محمية ديار البدول الصدم كمان في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذي بغلطان عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان يا ذيبة تبغى العشا طيان وانا فيما سويت ندمان لكنما ينفع المعذار قال المثل من ضعف الايمان غرهد قمري على الاغصان ذكرني بماضي كان أيام كانوا وكنا يوم كان الهوى له عندنا شان يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لي ويا لا لا يا لا لي ويا لا ظليت في راس محمية ديار البدول الصدم كمان في كف وارد البنجي كما بيعها لا بتجيعان حان القدر والمقدر كان سامحني يا ذيب غلطان عز الله ما تستحق الموت لكنما ينفعك لو كان الله يا زين الروابي ويا محلى الديار دارنا اللي حبها في حنايا ناسكن دارنا عشت سالم